الفردوس صلت على نبينا اللهم صل وسلم. اليوم هاد الناس بغيت ندير معكم واحد ثلاثة تشكيلات ديال الصابلي بعجينة وحدة، وكيجي صابلي مقرمش وزوين وغادي يعجبكم، والصراحة غادي يطول معاكم يعني المدة ديال إلا بقى في الثلاجة ولا درتي شي بلاصة حتى تطيبي كيبقى مطول. الصراحة كيجي زوين واللي كلا عندك غادي يعجبو. نعطيكم المقادير شنو فيه. عندي ربع ديال السكر كلاصي البنات، وعندي ثلاثة البيضات، وعندي زبدة ماماتي ولا اللدة، المهم زبدة ماركالين. وعندي البنات هنايا ربع ديال الزيت اللي هي زلافة ديال الزيت، وعندي هنا واحد القشرة ديال حامضة. صافي البنات، وعندي هنايا الفورص غربلته حطيته هنايا. صافي دابا نجمو قدامكم، دابا نبداو على بركة الله البنات. غناخد هذيك القشرة ديال الحامضة نحطها هنايا، ندير معاها الزبدة. صافي وغندير السكر كلاصي، نخدمهم من الاولين البنات، وعاد غندير البيض وغندير الزيت وغندير واحد شوية الملح البنات. انا ديما في الحلوة كندير واحد شوية الملح. صافي نخدمهم على هاد الطريقة البنات، واخا تجيكم الزبدة قاصحة دابا بردة البنات، عاد تبعو الطريقة بحال هكايا خدموها مزيان. المهم ان الصابلي غادي ينجح معاكم، طريقة سهلة البنات. اي حاجة في الوصفات ديالي اللي كنعطيكم كنعطيكم السهلة وغادي تصدق ليكم، غنعطيكم شي حاجة صعيبة ولكن شي حاجة سهلة وغدا تصدق. المهم غتصدق وكاينه البنه في نفس الوقت. غنخدم خدم على هذه الطريقه، صافي دابا غندير البيض. صافي باش ندير البيض البنات، هاد الصابلي راه ما فيه لا خميره لا والو كما كتشوفي. انا هاد الزبده غادي غير نخدمها بحال هكايا، غنبقى نخدم فيها بيديا. الحامض البنات كيعطي واحد النكهه زوينه فهاد الصابلي. غنبقى خدامة البنات على هاد الطريقة، كنخدم الزبدة كيما كتشوفو هي بدات كدوب ليا دابا. صافي وغنرمي هداك الزيت البنات، أنا رميت قدامكم الزيت. صافي توا غنخدمو شوية مع الزبدة ومع داك البيض ومع السكر كلاصي. صافي ونرمي في الدقيق دابا كما كتشوفوا. دابا البنات بعد ما خلطت هذاك الخليط اللي خلط دابا، دابا غنبدا ندير في الفورص اللي غربلتو البنات. صافي غندير القياس كما كتشوفوا البنات. انا دابا كملت العجينه ديالتي، صافي راه ما دلكتها ما والو غير جمعتها حيت خدمت هذيك الزبده فاش كنت كنخدم معكم الدقيق، خدمت هذيك الزبده حدايا. دابا غنقطع على ثلاثه حيت غندير على ثلاثه الشكل البنات، غنقطع على ثلاثه القيطه كما كتشوفوا البنات. بعد ما كملت العجينه ديالتي دابا شكلتها، دابا غناخذ واحد جوج بلاستيكات، وحده غنحطها لتحت وغناخذ عجينه ديال الصابلي وغندير وحده فوق منها. صافي غنخدم الصابلي ديالي. دابا هنا عندي البنات ثلاثه اشكال، ها الشكل الاول والشكل الثاني، الشكل الاول على شكل كورني والشكل الثاني مربع والثالث هلال. صافي دابا
بالنسبه بعد ما طيبت الصابلي ديالي دابا وجدت نلصقو بالكوفيتير، درت هنايا كوفيتير ودرت جواشق معاه تاع سنيده صافي، هو غنلصق به الصابلي ديالي. وهنايا عندي البنات الناباج والجليكوز والنكهه ديال الحامض حتى همايا، وعندي اللوز اونكاسي، وعندي الشوكولاته اللي شاركت معاكم. دابا نوريكم الطريقه صافي، ونصق على هذا الشكل. غنوريكم كل شكل كيفاش شنو غندير ليه. دابا غناخد هذا الهلالي حتى هويا، خدمت معاكم المربع. دابا ناخد هذا الشكل الهلالي كيجي زوين وراقي البنات. كما كتشوفوا دابا نخدم معكم كورني. شوفوا كيفاش كيجي البنات، كيجي زوين المنظر. صافي دابا نوريكم الطريقه كيفاش غنديروا الجليكوز والناباج وديك النكهه ديال الحامض. بحال هكا يا البنات، وغناخد داك التاج اللي خدمت معاكم على هذا الشكل كما كتشوفوا، واش واضح ليكم. ناخد شويه اللوز اونكاسي، هذا هو الشكل ديالو، كيجي زوين البنات. نعود معكم وحده اخرى، نقطعو تاني واحد حلقايا صافي، ونديرو شوية د اللوز. صراحة كيجي زوين، منظرو زوين صراحة. دابا البنات غنخدم هاد الشكل الهلالي، صافي غنحط فيها الطرف ديال ما ندير ليه لا لوز لا والو، كيجي قياس كما كتشوفوا. عاود معكم وحده اخرى، صراحه كيجي هاد الصابلي مقرمش يا البنات، وكيدير كيطول معاكم زعما، يعني كيدير مده طويله ما تيخسر ما والو، ما كيبردش صافي. نعاود معكم شكل اخر، طريقه سهله يا البنات، ودغيا كيوجد معكم هذا الصابلي دغيا دغيا. هنا البنات كما كتشوفوا صافي، غندهنها بحال هكايا صافي، وغنحط بحال هكا كي كيجي صافي، وندير واحد شويه اللوز بحال هكا كيجي زوين الصراحه البنات. نصور معاكم واحده اخرى، على هذا الشكل شوفوا البنات، هذا هو الشكل النهائي ديال الصابلي اللي صوبت معاكم اليوم. نتمنى يعجبكم، وما تنساوش البنات واحد لايك وبارطاج البنات مع الحباب والصحاب. لايك البنات، لايك لايك لايك. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.